أخبار اليوم. قامت جامعة 6 أكتوبر النهاردة ندوة بعنوان دور الشباب في الانتخابات البرلمانية ل 2015، وذلك في إطار الدور اللي بتقوم به جامعة 6 أكتوبر في تنمية وتوعية الشباب بأهمية الانتخابات البرلمانية الجديدة. وكان لنا لقاء النهاردة مع الدكتور حلمي البشبيشي نائب رئيس الجامعة والمشرف النهاردة على ندوة النهاردة. مرحب بك في بوابة أخبار اليوم. أهلا وسهلا. أنا بسعدني وشرفني جدا أن تبقى بوابة أخبار اليوم معنا النهاردة، وخصوصا ان كان ضيف الندوة احد فرسان اخبار اليوم الاستاذ رفعت رشاد عضو مجلس ادارة مؤسسة اخبار اليوم. هو الحقيقة يعني انا سعيد بوجودكم معايا، لان انا عايزين نوصل رسالة ان في المرحلة الاولى احنا يعني كنا ملاحظين ان في عزوف من الشباب عن المشاركة في الانتخابات والايمان بفاعلية الانتخابات. فاحنا النهاردة كنا بنعمل رسالة لشباب الجامعة، كان جامعة 6 أكتوبر، احنا عندنا حوالي 20,000 طالب، مجموعة من الشباب المتميزين، عايزين نقول لهم رسالة يا جماعة لازم تشاركوا في الانتخابات. المشاركة في الانتخابات عشان نختار برلمان، احنا لازم نفهمكم يعني ايه البرلمان. البرلمان مش مجرد الناس واخدة صورة ان عضو البرلمان يبقى معاه حصانة ومجرد انه يعني عنده باور وعنده سلطة، هي مش كده خالص. احنا لازم نؤمن ان البرلمان هو السلطة التشريعية الرقابية على الجهاز التنفيذي في الدولة. بدون وجود برلمان يبقى ما فيش تشريعات، يعني ما فيش قوانين، يعني ما فيش تنظيم لحياة المصريين، وسواء داخل أو خارج علاقتنا مع الدول الأخرى. فإحنا عايزين برلماني متميز عنده القدرة على صياغة قوانين تخدم مصر، مش السنة دي بس، لعدة سنوات قادمة. عايزين برلماني متميز يبقى عنده القدرة على الرقابة، يبقى يقدر يقول للوزير انت هنا فيه كلام، انت هنا الموضوع ده يبقى كذا كذا، مش مجرد بالمعنى الاستجواب ولا السؤال للوزير، ولا مجرد شوية امضاءات على وظائف ولا على الكلام. احنا عايزين نختار برلماني متميز. برلماني متميز هيجي منين اذا كانت 30% من الشعب المصري هم شباب و30% ما بروحوش الشرق؟ 30 مليون مش 30% بس، 30 مليون من ضمن الناخبين شباب، ومن ال 55 او 60 مليون وال 30% ما بيروحوش. طبعا هنختار ده، بالعكس ده احنا بنلقي عبء ضخم جدا على الشباب، لان هم اللي عندهم الثقافه، هم اللي عندهم الوعي. بس احنا لازم نقول لهم يا جماعه، بنعمل لهم جرس انذار، لازم تروحوا تشاركوا في الانتخابات. ودي كانت اهميه ندوه النهارده واللي انتم مشرفينا بسببها. دكتور، في تنظيم الندوه ديت، يا ترى الشباب لما حضرتك اعلنت عن الندوه، حضرتك لقيت فعلا قبول وتفاعل من الشباب، ولا كان في عزوف برضو داخل الجامعه عن حضور الندوه؟ هو كان في ملاحظه مهمه. اولا احنا طبعا بنشكر في البدايه طبعا اداره جامعه 6 أكتوبر وعلى راسها الاستاذ الدكتور احمد عطيه سعد رئيس الجامعه، اللي هو طبعا تحت رعايته اقيمت الندوه. والحقيقه احنا لمجرد ان احنا اعلنا عن الندوه سواء على موقع الجامعه او على الاعلانات الورقيه في الحرم الجامعي، كان في اقبال من الطلبه عليه، وكان مدرج مليان طلبه وكده. بس هو المشكله هم كانوا عايزين يسمعوا، يعني عايزين يشوفوا ايه اللي بيتقال، عشان كده يعني التفاعل ما كانش كبير. انا كنت اتمنى ان التفاعل يبقى اكتر من كده، واعتقد ان التفاعل ده هيجي لو كررنا الندوه دي بشخصيه اخرى بفكر اخر. يبقى يعني انا اعتقد ان كان الندوات دي لو كنا بداناها من بدري شويه كانت افضل، لكن احنا بدأناها بسبب العزوف، فاحنا بقينا نقول نلحق بقى. ففي المرحله الثانيه احنا بعتقد ان شاء الله هيبقى في مشاركه شباب على قد دور اللي عملته جامعه 6 اكتوبر. احنا بنشكرك ودايما ضيف عزيز على بوابه اخبار اليوم. انتم مشرفينا جدا، وبالذات بوابه اخبار اليوم اللي انا اصلا جزء منها وبنتمي اليها.